كعاده قناه النادي الاهلي وكعادة ملعب الأهلي دائما بنكون مع حضراتكم كل الكواليس وكل ما يحدث من ملعب المباراة أو من فندق الإقامة. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي النهاردة يقول لنا ماذا يحدث في فندق الإقامة وكيف صار اليوم النهاردة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. فاروق تفضل. كل التحية ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر اقامة فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لملاقات فريق الزمالك صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العام في المباراة المؤجلة من الاسبوع الرابع للدوري الممتاز. خليني اقول لك يا كابتن اسلام، كواليس اليوم النهارده لاعبي النادي الاهلي تناول اللاعبون وجبة الافطار في تمام الساعة 8:30 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 1:30 ظهرا. اثناء وجبة الغداء كان هناك بعض الاحاديث الجانبيه ما بين اللاعبين والاجهزه الفنيه، مستر ميكيلي ايضا وحديثه مع لاعبي النادي الاهلي سواء محمد الشناوي او شريف اكرامي او علي لطفي، بعض التعليمات من مستر ريني فايلر والاحاديث مع محمد مجدي قفشه وليد سليمان واحمد فتحي، والاحاديث اللي كانت بتدور ما بين اللاعبين الكبار في النادي الاهلي سواء شريف اكرامي احمد فتحي وليد سليمان حسام عاشور متواجد النهارده في قائمه الاهلي لهذا اللقاء. في الوقت اللي انا بكلم مع حضرتك فيه دلوقتي يا كابتن اسلام، لاعبي النادي الاهلي بتتوجه اللاعبون للمحاضره الفنيه اللي من خلالها مستر ريني فايلر هيعلن التشكيل ويعني بعض التعليمات الاخيره للاعبي النادي الاهلي. حاله من الفصل التام يا كابتن اسلام، خليني اقول لحضرتك عليها، ان لعيبه النادي الاهلي عندها فصل تام عن ما يدور خارج مقر اقامه فريق النادي الاهلي، سواء الاخبار اللي بتتردد عن مشاركه او نادي الزمالك يلعب بفريق الناشئين او فريق الشباب، الامور والاخبار اللي بتتردد من هذا القبيل. الجهاز الفني اللاعبين كلهم مركزين كل التركيز، ولعيبه النادي الاهلي النهارده يعني زي ما حضرتك قلت لا، النادي الاهلي عايز يستكمل سلسله انتصاراته وسلسله مشواره نحو الدرع رقم 42، تحقيق الفوز رقم 16 ايضا، ويضاف 3 نقاط جديده للنادي الاهلي. زي ما قلنا كابتن اسلام، التركيز اللي عند لعيبه النادي الاهلي، حاله الحماس والجديه اللي احنا شايفينها على وجوه لعيب النادي الاهلي، ايضا الاحساس بقيمه هذه المرحله، ثم عقب مباراه الزمالك ايضا مباراه صن داونز. كابتن مستر ريني فايلر يا كابتن سامز، ما حضرتك عارف كان اعلن القائمه، قائمه الاهلي لهذا اللقاء اللي ضمت شريف اكرام ومحمد الشناوي وعلي لطفي، محمد هاني واحمد فتحي، محمود متولي ورامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، خط الوسط حسام عاشور، اليو ديانج، عمرو السليه، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، جيرالدو، وليد سليمان، وحسين الشحات، واثنين في خط الهجوم اليو باجي ومروان محسن. ان شاء الله يا كابتن اسلام هنكون مع حضرتك وانا مستمر معاك لو في اي سؤال او استفسار بعد عقب انتهاء المحاضره اللي شغاله حاليا دلوقتي. هيتوجه سريعا لفريق النادي الاهلي الى ملعب اللقاء اللي هيقام عليه اللقاء استاد القاهره الدولي. طيب فاروق وانت موجود في وسط اللاعبين الحقيقه، هل هناك اي تفكير؟ يعني اكيد لازم يكون في تفكير لانه معظم اللاعبين طبعا او كل اللعيبه معاها تليفوناتها وبتشوف الاخبار اللي رايحه والاخبار اللي جايه. من معايشتك ومن تواجدك الدائم مع اللاعبين، هل شايف ان من الممكن ان يكون اللعيبه بتفكر هنلاعب الناشئين هنلاعب الشباب، ولا انت في النهايه هتلاعب نادي الزمالك؟ خليني اقول لحضرتك يا كابتن اسلام، ويعني جواب قاطع، لعيبه النادي الاهلي كلها تركيز ان انا هلعب اسم نادي الزمالك. اي 11 لاعب موجود من لعيبه نادي الزمالك سواء فريق الشباب او فريق الناشئين 2001 99 او 2000 ايا كان المسمى، انا بلعب فريق نادي الزمالك. لعيبه النادي الاهلي كلها تركيز ان انا اكمل مشواري، ومستر ريني فايلر دايما في كلامه ما بيفرقش معايا هلعب الزمالك هلعب الاسماعيلي هلعب اي فريق، انا هدفي في كل مباراه دايما ال3 نقاط. وده الحديث اللي بيدور ما بين اللاعبين ما بين الاجهزه الفنيه الجهاز الفني ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ مع لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه كلها تركيز ان انا هلاعب فريق نادي الزمالك ايا كان 11 لاعب اللي يكونوا موجودين اللي هم بيمثلوا نادي الزمالك. على الورق ممكن يكون موجود يا كابتن اسلام، وزي ما الاخبار بتتردد لعيبه 99 وبعض الاخبار بتتردد ان اللي هيقود الفريق كابتن احمد عبد المقصود وعمرو فهيم. بالمناسبه برضو يا كابتن اسلام اقول لحضرتك من خلال قناه النادي الاهلي ان فريق الشباب نادي الزمالك بيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري بطوله الجمهوريه بفارق 22 نقطه عن النادي الاهلي صاحب المركز الاول. الاهلي 59 نقطه، نادي الزمالك 37 نقطه. نادي الاهلي او فريق شباب النادي الاهلي كان فاز على فريق شباب الزمالك ذهابا وايابا 3-0 في ملعب حلمي زاموره، ثم 2-1 في ملعب الاهلي بمدينه نصر.
ده اللي كان النقطه الخاصه بفريق الشباب النادي الزمالك اللي من المحتمل ان هو يلعب هذا اللقاء، لكن لعيبه النادي الاهلي التركيز بتاع اي لقاء يا كابتن اسلام، تركيز اللاعبين في خوض اللقاء مع لعيبه نادي الزمالك دون اي يعني ان انا لعيبه النادي الاهلي يعني في فصل تام زي ما قلت لحضرتك من الاخبار اللي بتتردد عن ان الزمالك يلعب بالشباب او الناشئين، لا لعيبه النادي الاهلي مركزه ان انا هواجه النهارده فريق الزمالك، عندي مباراة مهمة جدا، عندي ثلاث نقاط مهمة جدا، عندي نقطة ان انا عايز افرح جماهير النادي الاهلي وارجع تاني استعد من جديد لمباراة سان داونز يوم السبت القادم بمشيئة الله. فاروق ايضا برضو بعد مباراة السوبر المحلي والاداء الرائع الحقيقة اللي عمله النادي الاهلي، ولكن في النهاية النتيجة خسارة النادي الاهلي في هذه المباراة بركلات الجزاء الترجيحية، اللاعبين بيتكلموا مع بعض في ايه؟ يعني الناس تنتظر او جمهور النادي الاهلي ينتظر او عايز يعرف اللعيبه بتتكلم مع بعض في ايه؟ هل متاثرين سلبيا بهذه المباراه والهزيمه من نادي الزمالك في المباراه الاخيره على الرغم من الاداء الرائع طوال ال 90 دقيقه، ولكن الكل يعلم ان ضربات الجزاء دي حاجات حظ او هي حاجه حظ اكتر منها شيء اخر، هل اللعيبه بتتكلم في هذا الامر؟ هل ده مؤثر عليهم بشكل سلبي؟ خليني اقول لحضرتك كابتن اسلام، يعني حضرتك واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم الجيل الذهبي اللي عاش الكثير والكثير من اللحظات السعيده مع لاعبي النادي الاهلي واللحظات اللي هي الحزينه القليله جدا اللي عشتها مع افراد الجيل الذهبي، اللحظات اللي زي ديت ما تعودناش عليها في النادي الاهلي، ويعني حضرتك واللاعبين ما تعودوش على اللحظات الحزينه. انت كنت طول 90 دقيقه انت الافضل، انت الاحسن، انت الاحق بالمباراه، ويعني حضرتك خلال حديث ليا مع احد افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي قال احنا كنا كويسين جدا وكنا احق بالمباراه، لكن اوقات كره القدم ما يعني بتكون غير عادلة. النقطة الثانية المهمة، احنا عندنا جيل ولعيبة مميزة جدا، انا شايف ان المستقبل معاهم هيكون كويس جدا، وشايف ان من ضمن اولوياتهم وطموحاتنا ومن ضمن القرارات اللي احنا خدناها ان احنا نتولى تدريب النادي الاهلي، ان الطموح والشغف اللي عند اللاعبين واللي عند جماهير النادي الاهلي واسم النادي الاهلي كان من اهم اسبابنا ان احنا نوافق على تدريب النادي الاهلي. الشغف والطموح اللي موجود عند اللاعبين والجماهير، فريق لا ما بيشبعش من البطولات، جماهير ما بتشبعش من البطولات، ده كان سبب من اسباب اللي خلتنا ان احنا نكون ونوافق على تدريب النادي الاهلي، ودي كانت نقطه مهمه جدا منعكسه ايضا على اللاعبين يا كابتن اسلام. اللعيبه خلاص طوت صفحه مباراه السوبر، اكيد يا كابتن اسلام طبعا بيبقى فيه لحظات حزن، في لحظات من الحزن، حزن بيبقى للاعب لمجرد الهزيمه او خساره بطوله، وايضا عشان خاطر الجماهير، انت عارف ده طبعا يا كابتن اسلام حاله الترابط اللي بتبقى ما بين جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، واللعيبه دايما بتتاثر ان هي ما قدرتش تسعد جماهير النادي الاهلي، لكن اللعيبه كلها مركزه، كل التركيز ان شاء الله ان احنا نطوي صفحه السوبر اللي انتهت تماما. ايضا كان وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع الفريق في المران والدعم اللي اداه للاعبين، ايضا تواجده مع المستر فايلر والكابتن سعد عبد الحفيظ ادى مزيد من الدعم ومزيد من الثقه للعيبه النادي الاهلي. اللعيبه خلاص طوت صفحه السوبر، عندنا بطوله الدوري، عندنا مباراه مع الزمالك، عقب المباراه ان شاء الله نبدا الاستعداد لمباراه سان داونز، نركز في بطوله دوري ابطال افريقيا الحلم الكبير اللي كلنا بنحلم بيه وكل جماهير النادي الاهلي مستنياه من لعيبه النادي الاهلي. فانا بقول لك يا كابتن اسلام كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه ان شاء الله عندها هدف ان احنا نسعد فريق نسعد جماهير النادي الاهلي، نكمل مشوارنا، نحقق الفوز ال 16 بمشيئه الله ان شاء الله، نكمل مسيره الدوري، ثم نبدا الحديث عن مباراه سان داونز. طيب اخيرا يا فاروق، بما اننا بنتكلم عن مباراه سان داونز، هل مباراه سان داونز واخده من تركيز اللعيبه شويه؟ بمعنى ان انت زي ما بتتكلم وزي ما كل جمهور النادي الاهلي عارف ان مباراه سان داونز او البطوله الافريقيه بالنسبه لنا هي دلوقتي الطموح الاكبر والشغف الاكبر بالنسبه لنا ان يستطيع النادي الاهلي ان يفوز بهذه البطوله، هل مباراه سان داونز واخده شويه؟ انا بسالك دايما الاسئله دي ليه؟ لان انت موجود وسط اللاعبين، بتتعايش مع اللاعبين، شايف اللعيبه بتتكلم في ايه، شايف اللاعبين بيعملوا ايه، وبالتالي هيبقى خير دليل يعني ان انت تقول لنا هل ممكن تكون مباراه سان داونز واخده من تركيز اللاعبين في هذه المباراه شويه؟ لا خليني اقول لك يا كابتن اسلام، يعني انت واحد من نجوم النادي الاهلي ايضا اللي عاش هذه الاجواء مع لعيبه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بيعمل فصل تام في هذا الامر، لعيبه النادي الاهلي مركزه في مباراه الزمالك، ما فيش اي كلام خالص عن مباراه سان داونز، هنطوي صفحه في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه، خلاص اللعيبه دلوقتي خرجت من المحاضره هتتوجه لملعب المباراه، ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن اسلام لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك لبعض ان شاء الله عقب نهايه المباراه وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. يعني طبعا زي ما حضراتكم عارفين بنحاول دايما نجيب لحضراتكم ماذا يحدث في فندق الإقامة، مباراة مهمة، مباراة صعبة، النادي الأهلي لا ينتظر